بتاعت الثوار في منطقة المرج تستخدم الآليات الثقيلة لصد هجوم النظام على هذه المنطقة. طبعا بتاعت الثوار منذ صباح هذا اليوم استخدمت طبعا الآليات الثقيلة وقامت طبعا باستهداف قوات النظام في منطقة المرج. نحن الآن طبعا كما نلاحظ هنا شدة المعارك بشكل كبير في هذه المنطقة. كتائب الثوار في صباح هذا اليوم تمكنت طبعا من قتل عدد من عناصر النظام هنا في هذا المحور وهو محور البلالية. الآن طبعا آليات طبعا الثوار تتوجه مباشرة إلى نقاط النظام من أجل استهداف طبعا مواقع النظام. طبعا محور البلالية هو من أهم المحاور التي تحاول قوات النظام التقدم منها، إضافة إلى طبعا محور مرج السلطان ومحور تل فرزان كما نلاحظ طبعا، ونسمع أصوات الاشتباكات بشكل كبير طبعا. كتائب الثوار كما نلاحظ كيف يقوم النظام طبعا باستخدام كافة أنواع الأسلحة. طبعا قوات النظام تستخدم كافة أنواع الأسلحة في محاولة منها طبعا للتقدم. كتائب الثوار طبعا تصب هذا الهجوم بهجوم مضاد. معنا هنا أحد القادة العسكريين يحدثنا أكثر. احكي لنا شلون كانت المعارك اليوم. والله الحمد لله بفضل الله عز وجل تم صد هجوم الجيش الأسدي بقوة، وأعد واستخدمنا يعني الأسلحة الثقيلة لصد هذا الجيش، والحمد لله التقدم يعني الله فتح علينا الحمد لله، وقد سيطرنا على النقاط التي أخذها الجيش مننا، والآن تم السيطرة على النقاط من قبل الجيش الإسلام والتصدي إلى جيش الأسدي بقوة الحمد لله، والله فضل علينا الحمد لله. قديش كانت خسائر النظام اليوم؟ خسائر يعني كثيرة، يعني لا تعد ولا تحصى، يعني الحمد لله خسائر كثيرة كثيرة يعني الحمد لله، ودمرنا الآليات. شو المناطق اليوم اللي استهدفتوها بالآليات الثقيلة؟ منطقة البلالية، ومنطقة البلالية يعني استهدفناها بالدبابة والشيلكة والهاوين. إذا كما نسمع إلى حد هذه اللحظة طبعا الاشتباكات بشكل كبير بين قوات النظام وأيضا كتائب الثوار. طبعا غرفة العمليات المشتركة متمثلة طبعا بجيش الإسلام تتصدى لهجوم النظام في منطقة البلالية وأيضا في عدة مناطق أخرى. يمان السيد، أورينت نيوز، ريف دمشق.